السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحليوه اللي كتجي اقتصاديه ولذيذه بلا زبده، غير حبه وحده ديال البيض نوجدوها كاين الكوتي ولا الوليدات يدوهم معهم المدرسه، علاش لا؟ كتجي بحال الشكل ديال الكوكيز، كتجي رائعه بالمذاق ديال الشكلاط. ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنايا كما كتشوفوا، اول حاجه هنا هاد الحليوه غادي نديرها معكم بحبه وحده ديال البيض، ولا بغيتوها كميه كثيره كتضاعفوا المقادير. هنايا درت حبه وحده ديال البيض، غادي ندير هنايا كاس ديال السليم، طبعا عبارة كاس العنبه، وعندي هنايا ساشي ديال الفاني وقبيصه ديال الملح. غادي نخلط بالخلاط اليدوي اولا بالفويا هكا في الاول هاد البيضه مع السنيده، عاد كنبقى نزيد هكا المكونات وانا كنخلط. صافي، انا كنخلط ديك السنيده كتذوب ليا باش ما كتجيش هكا قاصحه في الحلوه. هنايا غادي نزيد كاس ديال الزيت، بعبر كاس العنبه قل اصبع، ما عمرش حتى الفم كما كتشوفوا. ونخلط. وهنايا غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الشكلاط ديال الدهن، باش كتخلي لنا هاد الحليوه كتجي معلكه بالشكلاط. صافي، هنا من بعد ما ضفت هاد المعلقه صغيره ديال الشكلاط ديال الدهن، الا متوفره كي كديروها، متوفرهش ما كديروهاش، غير هي كتخلي لنا هاد الحليوه كتجي معلكه. صافي، هنايا من بعد ما ضفت هذيك المعلقه ديال الشكلاط، راهي صغيره عطاتنا اللون، هانتوما كيفاش كتجي. وهنايا عندي جوج معالق ديال الكاكاو المر اللي عامرين بومبي كما كتشوفوا، جوج معالق عامرين كبار ديال الكاكاو المر. نعاود نخلط. صافي، انتم من بعد ما خلط دابا هاد المكونات، دابا غادي نزيد هنايا عندي الطحين، عندي 400 غرام اللي غربلتها اولا 4 الكيسان، كتبقاو ديروا الدفعات هكا حتى كنحصلوا على الخليط هكا مجمع. غادي نحيد هاد الخلاط اليدوي، غادي نكمل دابا غير بيديه نعجنو هكا العجين ديالنا. هانتوما كنضيف واحد الكميه. هنايا عندي واحد 8 غرام ديال الخميره اولا بيكن باودر، ساشي ديال الخميره ديال الحلويات. صافي، غادي نجمع العجين ديالي تكون رطبه ما تكونش قاصحه. وهنا صافي، من بعد ما جمعت العجين ديالي، هنايا ما كنكثروش الطحين باش ما كتنشفش لينا العجين حيت فيها الكاكاو، كنديروا تقريبا واحد 3 الكيسان، الثالث هكا ما كيكونش عامر، 3 الكيسان الثالث ما كيكونش عامر، قل 4 شويه. صافي، هنايا من بعد ما جمعت العجين ديالي كما كتشوفوا، دابا غادي ندوزو باش غادي نجيبوا اللاطه ديالنا باش غادي نشكل فيها الحليو. هنايا اللاطه ديالي فرشت لها ورق الزبده، وغادي ناخذ العجين ديالي وغنديروا الشكل القياس اللي بغيتوها، كي بغيتوها صغار اولا كبار، غنديرهم انا قد كوكيز اولا غريبه بحال هكا، نشكلوها بحال هكا كويره. صافي، كنبسطها شويه حيت باقا غادي تنفخ حيت فيها الخميره قد هكا قد هاد الحجم. صافي، كنحطها كي في اللاطه، الحجم كيما اللي بغيتو هكا على حسب الشكل اللي بغيتو، بغيتوهم كبار اولا صغار. صافي، غادي نشكلهم من نفس الطريقه بحال هكا حتى نعمر اللاطه ديالي. هنا صافي، من بعد ما عمرت اللاطه ديالي كما كتشوفوا بحال هكا على هذا الشكل، باقا عندي واحد الكميه. هنايا شعلت الفران، غادي نطيبهم من الفوق بحال الشكل ديال غريبه، ونطيبهم عاوتاني من التحت، راه كيتشقوا هكا من الفوق، ونخرجهم ونوري لكم الشكل النهائي ديال هذه الحليوه ديالي من بعد ما طيب.
وهنا هي الحليوه ديالي من بعد ما ساليتها في الطياب، كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي مشقه بحال غريبه، حليوه كاين اقتصاديه، كتجي بنينه كي لذيذه بداك النكهه ديال الكاكاو، وديك المعلقه اللي دفنا فيها ديال الشكلاط ديال الدان راه كتجي لذيذه وخفيفه هكايا من الداخل، كتجي معلكه من الداخل ومقرمشه من برا. انتما راه كتجي رائعه، كتجي لذيذه، حليوه الاقتصاديه وسهله، كينوجدوها في اخر لحظه دغيا كتوجد، ما كتاخذش منها شي وقت هكايا. هذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يصلكم كل جديد، وبصحه وراحه.